معي على الهاتف وائل عنبه، رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية. وائل، السبب الرئيسي لهذه التراجعات النهاردة؟ في البداية أهلا بيك يا مدام لميس. يمكن الهبوط صادف مع هبوط القوي اللي حصل في البورصات العالمية في نهاية الأسبوع الماضي يوم الأربعاء والخميس والجمعة، 3 أيام متتالية هبطت فيهم البورصات العالمية بقوة، وهبوط أسعار البترول ده أدى إلى ضغوط بيعية من قبل الصناديق الأجنبية والصناديق العربية امبارح والنهاردة، وده أدى إلى هبوط السوق، بجانب إن السوق ما فيهوش عمق استثماري، يعني ما فيش مؤسسات صح بتستثمر في السوق، المؤسسات كلها بتلجأ إلى المضاربة زيها زي الأفراد بالظبط، فما فيش عمق استثماري في السوق، فبتبان البورصة بأنها ضعيفة، أي حدث بيأثر فيها. في بعض الناس ربطت الهبوط بانعقاد جلسات مجلس الشعب، لكن ده غلط تماما، هو الهبوط بشكرك تصادف على مع هذا التفسير الهبوط الأسعار بجد يا العالمية. وائل، لأنه يا جماعة ما فيش حاجة كده في الدنيا. بشكرك. طبعا لان هو المفروض ان هو يكون حدث ايجابي، اي دوله بيكتمل اركانها ده حدث ايجابي، اركان الدوله وجود دستور، وجود رئيس، وجود مجلس نواب، وجود حكومه دائمه، هذه الاركان لما تكتمل ده شيء ايجابي مش سلبي، ولكن هي الصدفه ان جمعت ما بين ان احنا كنا في اجازه يوم الخميس بسبب اعياد الاخوه المسيحيين، فكان يوم الاربعاء والخميس والجمعه هبوط قوي في البورصات العالميه اثر على اتجاهات الاجانب والعرب لا، في البورصه والبورصات العربية المحليه كمان، انت طبعا. بص على السعودية نازلة قد ايه، طبعا يعني السعودية نازلة كتير جدا، اعتقد طبعا دبي وابو ظبي نازلين بشكل كبير، الكويت نازلة، لا يمكن ابو ظبي هو الوحيد اللي عنده مكاسب طفيفة. طفيفة، ولكن بقى هم في اتجاه برضه هابط بقالهم فترة، خلي بال حضرتك هم متأثرين بقوة بهبوط أسعار البترول، طبعا البترول بيحقق أدنى سعر في 12 طبعا، سنة النهاردة، ودي البترول كارثة كارثة ب 31. بالتأكيد ولكن دي هي كارثة. المفروض يا مدام لميس ميزة للسوق المصري، ليه؟ احنا بنستورد بترول، احنا الوفر اللي حصل في الدعم في هبوط أسعار البترول ده قد يتخطى ال 60 او ال 70 مليار جنيه، لان احنا حاسبين دعم الطاقه على 75 دولار لبرميل البترول، لما ينزل ل 30 يبقى المفروض احنا بنستفيد في وفر في دعم الطاقه. هيبان بقى مع الربع اللي هتقعد من موازنه الدوله خلال الفتره الحاليه. بس انا بشوفه من وجهة نظر تانية كمان يا وائل، بشوفه من وجهة نظر الاستثمارات الخليجية اللي انا منتظراها، FDI اللي جاي لي في مصر، بشوفه من وجهة نظر دي، كمان بشوفه من وجهة نظر ان الحكومة ما بتتعبش بقى في خفض عجز الموازنة، يعني هي ربنا كده بيكرمها، يا اما بمنح جاية من بره، يا اما بامور طبيعية تنزل عجز الموازنة، انا عايزاها تتعب شوية، ما هو ده كمان بيؤخر طريق الاصلاح. مهم جدا، وهنا بقى دور مجلس الشعب في مراقبه الحكومه ودفعها لان هي تعالج عجز الموازنه الدائم ده، احنا مش معقوله كل سنه العجز بيزيد عن السنه اللي قبلها، لابد من ايجاد حلول وتكون حلول سهله التنفيذ صحيح. عشان نقدر نعالج عجز الموازنه. وبرضه في حاجه دور هنا مطلوب من الحكومه لاحياء سوق المال، سوق المال يعتبر منصه التمويل الاولى للدوله في ظل عجز الموازنه الكبير اللي عندنا، استخدام البورصه في تمويل الدوله في مشروعاتها سواء المشروعات القوميه او في الشركات اللي هتنشا او تؤسس في المشروعات الكبرى، لابد من احياء سوق المال بطرح بضاعه جديده، تقوم الدوله بطرح بعض الحصص صح في السوق، تقوم الدوله بطرح بعض الحصص من الشركات اللي موجوده وقائمه وناجحه زي المسلسلات صلاه يا سيدي، زياده راس مال، اي حاجه سموها وائل زيك كده سموها اي حاجه، اي بس حاجه، المهم عشان بس اسم يبقى فيه الخصخصه ده بيجيب لهم ارتكاريا. المشكله ان الناس خدت طباع سيء على الخصخصه، ولكن احنا في بعض الدول، يعني عندنا كان المانيا الشرقيه ايام اندماج المانيا الشرقيه والغربيه كانوا بيطرحوا للشركات الخاسره بدولار، لا احنا بنقول نطرح الشركات الرابحه تمول خزينه الدوله في ضوء العجز الموجود، تساعد الدوله على احياء المشروعات الكبرى اللي الدوله نعم. بترغب في تحقيقها الفتره الجايه. بشكرك وائل عنبه، رئيس شركه الاوائل للاستشارات الماليه.